السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ كل سنه طيبين. خلاص ماما جايه تقعد عندي كام يوم كده عشان تعبانه، فانا النهارده كنت في هايبر، جبت لها مروحه وجبت حبه حاجات كده هفرجكم عليهم واقول لهم لكم. برده دي الاوضه اللي لسه جايبينها، هفرشها برده واقول لكم واكل المرتبه عشان كذا حد كان سالنا عليه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض هنعمل ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي، ده واكل المرتبه لسه جايبهم النهارده. ده اللي هو بيبقى ووتر بروف، يبقى من تحت. ده بتاع سرير متر جايباه ب 158. في طبعا انواع كتيره واشكال كتيره وفي الوان، انا ما بحبش الالوان، بحب الابيض عينيه. هفرشه الاول، ده اول حاجه اهو، وهوريكم شكله برده بعد ما افرشه، بس مش هينفع ان انا اوطي قدامكم وافرش، فانا هفرشه واوريكم في الاخر. بصوا حبايبي بقى شكله عامل ازاي اهو. ده الواقي حلو قوي، بيبقى تحت الملايه عشان يحميها من اي ميه، من اي بقعه، اي حاجه. اما الواقي تفضل جديده ما فيهاش اي حاجه كده. دي اول حاجه، بصوا حلوه ازاي. بالمناسبه كنت انا قايله في الفيديو بتاع الروتين ان انا هعمل اوضه عموله اونلاين. الاوضه اللي انا عملتها بصراحه انا وعدت الست وقلت لها انا هعمل لك ريفيو حلو عليها. هي دي الاوضه، تمام. اهو هوريكم بقى الملايه الاستيك كمان بالمره، احطها عليه لمها بس من الجنب ده كده، واحط بقى الاستيك بالمره فوقيه اهي. بصوا الملايه الاستيك اهي، انا فصلتها في الوكاله وقلتها لكم بتبقى ايه استيك كده من الجناب، هلبسها للمرتبه. بصوا بقى الملايه بتبقى حلوه ازاي. الاستيك تبقى على قد المرتبه بالظبط، شايفين، تبقى مشدوده مهما الواحد ينام والعيل يفرك ويتشال ويتحط، ما بتتخلعش من فوق السرير. انا وريت لكم الاوضه دي لسبب، عشان دي اوضه ماما، زي احنا بنصور البيت عند ماما، دي اوضه ماما. عايزه بس اوري لكم شكل تصميم السرير. بصوا الدولاب كمان اهو، حلو جدا يا جماعه. الحاجه انا مشتريها اقسم بالله، ده في حقها كلها اهي، ده فين حقها كلها امبارح. ده الحته دي قطيفه، انا منجده الظهر عشان خاطر لو حد سنى الظهر وبيتخبط واتخبط ما توجعهوش، تمام. حط بقى ملايه العاديه وافرش السرير كله واقوله لكم بعد ما افرشه. وافرش السرير التاني كمان، لان محمد احتمال يبات مع ماما النهارده اهو. هاي انا باينه في باينه هنا اهو. هفرش ده كمان واقوله لكم، وبعد كده ايه، وبس اقول لكم بقى المروحه بعد كده. بصوا الملايه انا طبقتها كده، فرشتها نص فرشه على السرير كده، كانها حاجه يضغطوا بها يعني في الصيف اهي. دي الملايات برضو جايبه القماش بتاعها من العتبه ومفصلاه اهو، شفتوا حلوه ازاي. بسم الله. دي اوضه ماما عشان كده صورتها، كان ما بصورش شقتي، خدوا بالكم عشان خاطر المخدة كده، تمام قوي السرعة على الدبش. بصوا حلوة ازاي، جميلة كده، تمام قوي. اعمل السرير التاني بقى كمان بالمرة. خلاص عملت السرير اهو، ادي المروحة دي فريش، دي اللي جبتها النهاردة من هايبر زي اللي عند ماما في البيت، حلوة قوي. 420 تقريبا، حاجة زي كده. انا بس صباعي مدوحس، مش عارفه اعمل حاجه من الصباع ده، مش عارفه في ايه. خليني انا مش عارفه اتحرك بصراحه، مضايقني قوي. في الشارع بره عندنا كانه ايه، ولا في كورونا ولا في حاجه. بس حاطه فيش تحتها عشان لو القطنه وسخه ولا حاجه. بقى يا فاطمة مروحة بالريموت عشان تبقى قاعدة كده براحتك ومش سلطنة، بس انا هعيش معاك. ايوه انا هتعيش، ما دي اوضتي. بسم الله. طب ما تيجي ما تعملها يا شرفة، ليه خليها زي ما هي كده؟ ها؟ مصاريف بجيب مصاريف المروحة، مصاريف الإضاءة. اه ريت يتفك كده، راح اشيل كده من جوه في الكوره.
محمد بدلنا نفكر مروحه على سكينه. بتعملي بايه؟ احنا مروحنا المروحه. اه تعالى كنا مروحه. اجرب بطلك. احسن طبق لحمه عمله ابو احمد. ابو احمد عمل لنا الشغل يا ابو احمد. طبق لحمه في منتهى الجمال. بص ابو احمد عمل لنا لحمه عشان ناكلها في العيد. شايفين؟ سلم عليه معاد عليه. شكرين. منورين يا جماعه. هو كده حلوه جدا. هنخليها زي ما هي في الكيس بتاعها مش هتبقى في الارض. دي اوعي بس كده اهو. صباعي مدحس وجعني جدا. اهو بص بقى. اه بص بقى محمد هتكلم ازاي. ما كنتش عارفه الحته دي. نفك المسمار قوي عشان نفك. دول كمان برضو بلاشتين قوي زي كده. دول عايزين نفك عشان كده انا مش شفتهم. ايه ده؟ بلاشتين قوي. انا ضربتهم بزين. فكيت واحد اهو. فكيت واحد اهو. دوسه كده وازمه نفك فيه قوي. اللي نفك صغيره بتعور بس. عندك بنسه؟ انا عندي بنسه وعندي توكه. ما عنديش حاجه خالص. محدش فك المسمار غيري. هتحوري والله العظيم انا اللي فكيت. انت عشان جبت بتاعت الجلاش دي السكينه. مين يفك في الاخر؟ يقول لك هاتي لي حاجه ناشفه يعني. فك تعبان. فك عنده مش عارف ايه. في الاخر انا اللي فكيتها. في الاخر يعني مين اللي فكها في التليفون ده؟ في الاخر انا اللي فكيتها. المسمار اهو. وواحد تاني مش هيك. بتاعت الجلاش دي. لفه كده اهو. خلاص كده خلاص. نحطها بقى الارض. ايه نكنس اللفه دي السري بقى. نكنس الارض. نعلق الشاشه يبقى كده خلاص. اوضه خلصت يا جماعه. هجيب بقى ملايه قديمه واحطها مكان الصفاره ده عشان ينفع تكون مع الحته تاني. هجيب بقى ملايه قديمه واحطها كده اهو. كده تمام قوي. لما انا هلا الشيشه والسيفر لسه جايبها. هسيبها برضه من الهيبر وانا جايه.
100 فل و14 رجاله. نجيب بقى اللي سيبر كمان بالمره نركبه. شويه تراب في البلد دي. يا جماعه انا خساره في البلد دي. ناشف قوي. ده ريموت التلفزيون طبعا لابا بينكي واخده الظهر بتاعه. معاك 2 ريموت، واحد احتياطي وواحد دي كمان اهي. كده هركبهم بقى في التلفزيون الاول. شفنا عندي رخمة أوي اللي هي الجديدة دي مزعجة كده. لازم نرفعه فوق كده عشان ايه؟ ميبقاش دلوقتي. انا عايز ارفعه فوق هنا كده. سيب السلك شوية Thank you.
بسم الله بسم الله. اشتغل بقى. كده تمام قوي. نشوف بس السكه دي نحطها تحت. صباح مضحص. صباح مضحص يا ناس. بسم الله. انا كده خلصت. ادي السرير اهي كده. اوضه ماما تمام والتمام والتمام. المروحه شفتها فريش معاها الريموت بتاعها والشاشه كمان ركبت واشتغلت تمام. كده اوضه مش ناقصه غير الستائر والسرير بس. دي يا جماعه اوضه ماما اللي انا عاملاها هنا في الشقه. الاوضه بقى دي انا عاملاها ومعاها جزمه كمان بره. عاملاها في جروب اسمه ستيكرز الاصلي. حطيت اللينك بتاعه في صندوق الوصف لو حبيتوا تعملوا عنده او كده. اهو اقسم بالله اقسم بالله وحياه بنتي الاوضه كان دافع حقها. مش واخدينها ببلاش منهم عشان في ناس بتفكر ان انا لما بعمل ريفيو لحد واخده منه الحاجه ببلاش. لا، انا لما بتجيلي هديه حاجه ولما بطلب حاجه بفلوسي دي حاجه تانية. تمام. اقول لكم بقى يا جماعه تصبحوا على خير. اتمنى يكون ذوقي عجبكم فيها. ودي الحاجه الوحيده اللي شفتها في الشقه عشان دي اوضه ماما، عشان ماما هتقعد فيها طول. ماما هتصور لكم منها فانا قلت اوريها لكم منها. بجد اتمنى بقى تعجب ماما بعد ما خلصت كده. يلا احلى مراوح نستف اقسم بالله مراوح فريش. يلا سلام عليكم.